السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم يا شباب؟ معكم أخوكم بسام من قناة جيم أوفر، تابع محل جيم أوفر، واليوم بنكمل سلسلة تختيم دارك سولز الحلقة الكامل، الحلقة السابعة إن شاء الله تعالى. في الحلقة اللي فاتت دخلنا منطقة الدبث وهزمنا زعيم الكابرا، وفي واحد بيغزين الحين، فأنا بستغل ذي الفرصة وبستدعي واحد، لأنه احتمال هذا اللي بيغزيني بيكون قوي أو حاجة، فبنستدعي هذا الشخص اللطيف. زي ما تشايفين قاعد ألعب أونلاين الحين. ففي الحلقة اللي فاتت اللي ما شاف فيضة رقم 6 فوق، هزمنا زعيم الكابرا وجمعنا كم ايتم حلو، معايا 18000. كنت بلفل بداية الحلقة لكن في واحد غزاني، اول بوم فاير طفت، فانا بستدعي اثنين بخليهم يجون يساعدوني عشان نروح نتفاهم. والمنطقة دي شوية كبيرة فبحاول اني افصفصها لكم بالكامل، بما ان هذولا معايا نحتاج اننا اوريكم كل شيء. يعني اول ما تطلعون بديكم تضربون هذا، ولو تلاحظون في اشياء في فوق هذه انتبهوا منها. فنقطة ضعف النار بديك تجري على اليسار كذا بسرعة، حلو، تموت هذا اللي هنا شوي ان شاء الله بنرجع لهم. سامنينج فيل، اوكي. وهنا كمان في نفس الوقت انتبهوا، هنا في ايتم وفي فوق مخلوق يستناك، فحاول انك تنزل الشيء ذا اللطيف اللي فوق اول شيء. فأنا بحاول اني اطلق عليه بالاسهم عشان يطيح وبعدين اكمل عليه. طبعا الايتم هذا سولز على ما اظن. واو، كله سامنينج فيل، كله سامنينج فيل، ما في مشكلة. فالحين بحب اقول لكم انه هذه المنطقة ممتازة للتفريم، الوحوش هذه يطيحوا لك ايتمات تفريم، اللي هي ايتمات تطوير، انا اسف، ضعيفين ضد النار، يموتوا من ضربة واحدة بالنار، فبديك تموتها سري سري تفرم بنفس الوقت. فأنا أنصحك هنا إذا تبي تجمع لارج تايتن شارد، إذا تبي تجمع جرين، تعتبر منطقة ممتازة. في منطقة ثانية أفضل منها، لكن في الوقت الحالي يمديك تفرم هنا. زي ما تلاحظين يعني إلى الآن ما طيح حالي ولا واحدة ولا واحد منهم، فمن اسمها تفريم، فتحتاج تروح وترجع تروح وترجع. الحين بما إنه جاتني النار يمدينا استعملها، ويمدينا استعمل السولز هذه اللي جاتني 100 بس، فصار معي 20000. فالحين بلفل، فلو تلاحظوا الحين انا بركز على اول شيء واللي هو الاهم، بعلي الفيتاليتي والاندورنس، والخطة اني اوصلهم 50-50، بس هحاول اني اعليها بعدين ابدا اعلي الاشياء الثانية. فالحين بعلي الفيتاليتي اوصلها 21 عشان تصير متناسبة مع الاندورنس، فيا فيتاليتي 21. ان شاء الله اقدر اشوف علامات غريبة، يلا ما في مشكلة نكمل حالنا، ما بلعب الحال يا اخي. اوه علامة، شخص لطيف. في نفس الوقت الحين عمال ما يجي، بحاول اني اوريكم مرة ثانية هذه المنطقة كيف يعني افرمها، تروح تيجي يعني كثير كثير، يعني ذي المنطقة فلة، يمديك تفرم هيومانيتي، يمديك تفرم ايتمات احجار، اي اوف ديث، وما ادري في واحد يعني في الحلقة اللي فاتت او حلقتين لما تكلمت عن اي اوف ديث انا قلت في التختيمة يمديك تجيب 9، كلامي صح يعني، انا ما ذكرت تكريم، انا عارف انه في هنا وحوش الضفادع يطيحوا لك اي اوف ديث، يعني اكيد اكيد انا عارف، يعني لو تسأل علي حاجة تقريبا اعرفها في اللعبة وبالذات الايتمات واعرف اماكنها. استغربت لما جاء شخص يعني مستغرب من كلامي، لما انا قلت كان يحسبني بس احسب انه في 9 في اللعبة يعني كاملة، فمتأكد انه في اي اف ديث تفريم، بس انا ايش كان قصدي انه 9 حبات كل تختيمة، عارف كيف يعني؟ مثلا مجموعة الدارك مون يطيحوا، اذا انضميت وتروح تغزي ناس يطيحوا لك الايتم هذاك الازرق اللي هو سولفير مدري ايش، فلازم تغزي ناس عشان تلفل في المجموعة، عرفت كيف؟ لكن في طريقة ثانية في عالم اللوحة، العصافير هذولك يطيحوها لك، يمديك تفرم اكثر واسرع من يعني انك تغزي ناس، يعني احتمال انك تموت لما تغزي ناس، فيا هذا مو موضوعنا. فاكيد انا عرفت النقطة حقتك، بس هو كان يحسبني انه ما ادري، فاستغربت وقعدت اضحك، يعني قلت من جدك تحسبني ما ادري؟ فيا الحين استدعينا واحد، فخلونا الحين نكمل في طريقنا هذا لو سمحت، احنا بنمشي من هنا. لا بيطار مع نفسك، شكله ما بيلعب معايا. فالحين هذول برضه الفيران يطيحون هيومانيتي، يعني ما
جينا نفرمهم هنا لو نبغى. اذا معاك هيومانيتي عالي يطيحولك، يعني اذا الهيومانيتي عندك 10 يطيحولك تراهم هيومانيتي، ومعاك الايتم حق الايتم دروب. واو سامرينج فيل، يلا ما في مشكلة. وين انت ابو الصندوق هذا يطلع منه فار زي ما شايفين يعني. في واحد غزاني. تعال تعال تعال، هذا بلعب معه بخساسة طبعا. والله كان ودي احط خاتم ولا هذا جاي من الاضافة. مع سلاح قوي والله يا اخي، وين اللي استدعيته؟ حسبي الله عليه. كفو جاء. واو واو والله معاه سلاح قوي. يلا خذ حبيبي. كم ليفله هذا ما شاء الله؟ واو والله ليفله عالي. والله ليفله عالي والاتش بي حقه عالي. اوه بلاك فلام. باغي يجيبها فين؟ معليش شباب انا ساكت لانه هذا غزاني. فقاعد بيحاول يخبص علي. بلاك فليم بلاك فليم. جابني بالبلاك فليم. طبعا هذا واحد بالعاني يعني، هو ليفله قليل ويبغى كذا يخبص على الناس. فرحة امك. معليش هالكلمة يا شباب. فقاعد يحاول انه يخبص على الناس يعني، ليفله جاهز معلي ليفله وكل يعني. صح انه ليفله قليل، تلاقيه يعني معلي الفيتاليتي واسلحته كلها نار. وانا متاكد مليون في المية يعني هو كان مسوي الجلتش ولا حاجة حق الصندوق ولا شيء زي كذا. فايا لانه معاه سلاح كايوس، انا متاكد معاه سلاح كايوس ومو معلي السترينث والدكستريتي زي ما لاحظتوا. حطيته باكستاب ولا نقص ربع طاقته، فكان حط كل النقاط في الفيتاليتي. فدحين زي ما شفتوا قلبت هيومن وحستدعي اهبل ذا اللي قبل شويه اللي مات على طول. خلونا نستدعي هذا كمان، وهذا برضه جاء من الاضافه، ها شكله حيفيدني. ففي حركه حلوه يعني شباب، يمديكم مثلا تسوي لك شخصيه ليفل مثلا 20 وتحط كل النقاط في الفيتاليتي وتعلي بس السترينث والدكستريتي، بحيث انك تقدر تشيل السلاح وتخلي تطويراتك كايوس ولا نار، لانها فعليا ما تتطلب حاجه يعني لا سترينث ولا دكستريتي، بس السترينث المطلوب انك تشيل السلاح والدكستريتي. ف هذه يعني. فالشخص اللطيف هذا كان مسوي ذي الحركه، وانا انصحكم انكم تسوونها يعني حركه جدا حلوه. فزي ما تشوفين هذول ما طيحوا لي شيء لاني ما كنت شايل الهيومانيتي. فان شاء الله هذاك يجي، وابغى ذا العبيط يمشي معاه يعني. ما شاء الله يوفقك يا شيخ. امشي حمار يا شيخ، والله انه اهبل يعني. انت جاي بتساعد الهوست لازم تقعد معاه مو تصفه يعني. باب الزعيم ما حينفتح لك. كاسمك فيلد. فالحين برضو هنا في ايران زيادة، وهذا خوي ما شاء الله قاعد تذبحهم استقوى على الكمبيوتر. فالحين هنا في ساحر لازم نموته، لانه لو ما موتنا حيطفشنا ضد الزعيم. فالحين بنروح نتفاهم معاه ان شاء الله. هذا هو الفار. هذول طبعا في ايران اكبر ترى. حلو ما شاء الله عليه، موت الساحر كمان. وهنا في الصندوق يعني يطلعوا فيران. هذا الثاني واحد.
وغير كذا هذا ما فيها شيء. وهنا نلاقي ايتمين تطوير اللي هي اللارج تايتن شرد حبة واحدة بس. وهنا حنباري الزعيم طبعا تحت. فلو ما موت الساحر الساحر حيقعد يغثك يقعد يموتك يعني يضربك وزي كذا. فالحين بنكمل من هنا. هذا الفار على طول بيشرد منك. خواف هذا الفار. فكالعادة شباب انا انصحكم دائما انكم تلعبون اونلاين لان اونلاين متعة. فهنا لو تشوفون هنا محل ما هزمنا الفار. وفي منطقة تحت ما يمديك تجيها الا اذا رميت نفسك. فشوفوا هذا الحين مرة ثانية بعد عني. فانا حضطر اني اطلعه. لا اوكي كويس لحقني. اوكي هنا هنا محل ما برمي الفيران. فدحين برمي نفسي تحت. وهنا هذه تودينا المنطقة ثانية تقريبا تحت. فانتبهوا هذول هم اللي يسووا لك الكارس. انتبهوا منهم يا شباب. هذول هم اللي يسووا لك الكارس. هذه منطقة ثانية. هنا برضو نلاقي كم ايتم وكم خاتم حلو. خماني خماني. وهنا بنفس الوقت في واحد يغزيك جزء من الكمبيوتر. هذا هو. معك الجريف لورد يمديك تلطمه بسرعة يعني ما هو مرة ذاك الصعب. ويعطيك فلوس هذا أحلى شيء. يعني يطيح لك كم؟ تقريبا 6000 غير كذا يعطيك هيومانيتي شيء حلو. الحين يمدينا نطلع من هنا نفتك. ويمديك في نفس الوقت تكمل يعني ترجع ورا وتدور في الايتمات. فهذا اللي أنا بسويه برجع بدور في الايتمات لأن فيه كم ايتم حلو. شايفين هذا الايتم المولع هو الخاتم اللي حكيكم عنه. فبحاول اروح اخذه. وهنا برضه سولز شي حلو. هذول هم الضفادع الغريبين. هذول هم يطيحون ايف ديث. فهذول لازم تموته قبل 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 ما يضربك. زي ما انت شايفين طيحوا له ايف ديث طيحوا له ايف ديث. حركات شغلات حلوة. وهنا برضه سولز خوي ذا وين اختفى؟ ما شاء الله كمل عليهم. وهنا نلاقي الخاتم رينج اوف ذا ايفل اي. الخاتم هذا ايش ميزته؟ كل ما تموت واحد يجيك اتش بي يجيك 30 اتش بي على مضض. ما هو مره ذاك الخاتم الواو بس ممكن يفيدك في البدايه. بس حبة اعلمكم من مكان وممكن تستفيدوا منه. فعلى ما اظن الحين تقريبا يعني تقريبا شطبت المنطقة. اذنون لو نسيت حاجة. تقريبا هذه الاشياء المهمة اللي في المنطقة هذه. وغير كذا حوريكم كم حاجة. في بياع وفي حقة اسهم ممكن نلاقيها. فالحين تقريبا بنتجه عشان باري الزعيم. الزعيم اللطيف التمساح. الفيران الحين ما يراد تديني هيومانيتي. هذا استلمهم ما شاء الله عليه. هنا تلاقون البياع. فلذ البياع. اذا قابلتوه هنا ودخلتوا بلايت تاون الباب هذا بعدين يمديكم تقابلونه في الفاير لينك شراين تحت الجسر ويبيع لك ملابس الزعم اللي انت تموتهم. زعماء معينين مو كل الزعماء. فيبيع لك اسلحته اسلحه حلوه. ويبيع لك الجريت سورد برضه سلاح كويس اذا تبي تشيله. والله والعمر يعني هو كريستال اوريدي اظن تطويرته عاديه. ويبيع لك الدرع ويبيع لك اسهم ويبيع لك ملابسه. حاليا بس يبيع لك ملابسه. ملابسه حلوه والله كشكل حلوه. يعني انا عجبتني هذه الارمر ودي والله اشتريها. فيها دفاع حلو وشكل الارمر حلو. ف انا ما اظن شكلي بشتري الملابس هذه. او ايش رايكم خليها بعدين.
خليها بعدين، خليها مره واحده لما نقابله تحت الجسر يكون معايا فلوس في ذاك الوقت نشتري من عنده، لان ودي والله يطور ملابسه. اذا تتطور، ماني متاكد من ذي المعلومه لان ولا عمري فكرت البسه، لكن شكله حلو كشكل، ملابس حلوه. طبعا انا جيت هنا على ما اظن حلاقي سبير او حاجه، لا في الدور اللي تحت. هنا يمدينا نستدعي سولاري واحد من الكمبيوتر، هذا هو يمدينا نستدعي. وهنا نلاقي الهيفي كروسبو، فالحين بنخش انا وخوي سولاري نتفاهم. هذا سولاري جاء، فخلنا نخش ونباري الزعيم التمساح. بسيبكم على العرض يا شباب. هذا هو التمساح يا شباب. فالحين هنا حلاقي ملابس الوورير، لكن في البداية ينقز ذي النقزة يمديك تعطيك ضربتين ببلاش، بعدها ابعد عنه. نقطة ضعفه او الخطة اللي بنسويها انك تقطع ذيله اول شيء، فاول ما يوقف ركز على الذيل لانه يسوي ضربات بالذيل حقه. اوبس بيرد علينا. فالحين معايا الشخص اللطيف ومعايا سولاري، فهو الحين بيضرب سولاري اكيد لانه سولاري قريب منه. بحاول اجري وادي له الضربة الثانية. الحين شكله اوه قطعنا الذيل، شي حلو. قوي قطع الذيل، قدر عليه. وهنا طبعا تلاقوا ملابس الوارير بسرعة اوريكم اياها. هذه هي، هنا تلاقوا فصل الفايت. طبعا انصحكم لو ما معاكم الجريف سور انكم تمسكوا السيف بدينكم الثنتين، لانه فعليا اغلب ضرباته ما يمديكم تسدونها لانها مميتة، حيخرب البايس حقك. لازم اعالجه، اعالج خويي اللي انا استدعيته. سولاري ما يمديك تعالجه، هذا شيء مو حلو. كان ودي والله لو يخلونا انك تعالج الكمبيوتر اللي انت تستدعيه. اوه بغى يجيب خويي. انضرب؟ لا ما انضرب. تقريبا خلاص ما بقي له شيء من دمه. سولاري مات. لا والله، لا والله سولاري. اخر استسلاس. خلونا هذا ايش فيه خوي. انا وشك انه يموت. خلاص اخر ضربه. اوه اجازف حضر بفجر. اها مات. خلنا نزيله تحية نقول له شكرا، واعطانا مفتاح اللي حيخلينا نخش المنطقة الجاية. فالحين بما اننا هزمنا الزعيم ما في احد بيزعجنا ويغزينا، وما في احد ما يمدينا نستدعي احد. فالحين معايا 42,000، والله معايا فلوس واجد. درون الحين بما انه معاي فلوس شكلي والله بشتري، بجرب الملابس والسلاح. والله ودي اشتريها بس والله ميزانية ذيك الملابس كم؟ 12 تقريبا، حتكلفني 47,000 كامل الملابس. فخلونا اشتري الدرع، انا الدرع عاجبني شكله وقوي والله. 47
فبشتري الدرع، بطلت فلوس معايا، وبشتري هذا. يمدينا اشيله؟ والله يمدينا اشيله. لا دقيقة، انا اكمل السترينكث حقي 16، يمدينا اشيل السلاح الثاني. كلهم ياخذون بونس من سترينث والدكستريتي، والدرع برضو هذا حلو، برضو يمديك تطورهم. فشكل اني بشتري هذا، يمديني القطه بعدين قدام في اللعبه. هذول ما ادري والله ما يطيحونها، فبشتري ذا واحد واحد. ونشتري من هنا هذه لانها نادره، لان شوف الحين بشتري ثلاثه خلاص تختفي، فاشتري قد ما تقدر. الحين بيجي معايا كم؟ 14,000. فشكلين بشتري هيلم اوف وايز لانه شكله حلو، يصير بعدين اكمل اشتري الرجول واليد. خلنا نشوف السلاح. هذا هو يسوي لي دمج 262. واو، انا بدي اعرف ايش تطويرته. خلنا نشوف الملابس. الملابس خطيرة 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 خطيرة، صح انها ثقيلة بس والله بطلة، حتى فيها كيرس ريزيستنت، يعني الوانها حلوة عجبتني. الخوذة شوية غريبة الخوذة شوية غريبة والله، تقدر تلبسها اذا تبي تتريق كذا تريقة، بس شوفوني صرت ثقيل. اوبس، خلنا نرجع الجريف سورد، الجريف لورد سورد، وشكلنا بشيل الخوذة. انا صح اشتريته والله الفاضي، بس كذا صار فيه فلوس، بطرة فلوس كانت معايا، فاحتمال اني ارجع هذه. الملابس حلوة، انا بوريكم كيف يعني، طلوا فيها والله شكلها حلو، فيها السيف هذا وفيها الفلوس وحركات حلوة والله عجبتني شكل الملابس مع الخوذة حلوة. الخوذة ذي حقته شوية غريبة، انا زي ما قلت لكم ممكن تلبسها تريقة، بس والله فيها الديفنس قوي بس ثقيلة مرة شكله غلط. خذ ما هي راكب على الملابس، فشوف لو بشيلها قريبا نفس الوزن، فبحطها عشان بس تعطيني ديفنس. ومع السروال هذا ما هو باينه تقريبا، مع البنطلون هذا الغريب. ممكن احط الايسترن، تقريبا نفس الوزن، تقريبا نفس الوزن. يا انا الحين بريح عند النار وبنهي الحلقة، تقريبا هذه حاجات احب اسويها دائما، اجرب ملابس واحط دي مع ذي. فيا هذه نهاية الحلقة يا شباب، اتمنى الحلقة دي عجبتكم. وسلم التمساح، وان شاء الله في الحلقة الجاية حنخش بلايت تاون مشيئة الله. بلايت تاون طبعا منطقة كبيرة ان شاء الله، كبيرة كبيرة جدا. فاتمنى هذه الحلقة عجبتكم، نشوفكم في الحلقة الجاية. يلا شباب، كان معكم اخوكم بسام، فمان الله.